السلام عليكم ورحمة الله. طبعا اليوم درس 21، مسألة رقم 10، صفحة 41. عندي A B C 3 نقاط ليست على استقامة واحدة. النقطة D تحقق العلاقة، هذه العلاقة إذا D تقع على A B. ثلاثة، طبعا حنشكل تناسب هون حتى نعين النقطة D على A B. إن A D على AB يساوي 2 على 3، إذا نصل AB AD يساوي 2، إذا حأقسم AB إلى 3 أقسام، AD هو 2 و AB هو 3، معناتها D تقع هنا. أيضا النقطة E تقع على AC، كمان حشكل تناسب هون، حيصير عندي AE على سي اي يساوي 3 على 1، معناتها اي هي 3 وسي اي هي 1، وبالتالي حنقسم هون لقسمين ونمدد، هاي بتكون النقطة اي. اذا لاحظ معي اي هو 3، 1 2 3، وسي اي هو 1 وشعاعين لهم نفس الجهة. أثبت أن هذه النقاط تقع بمستوي واحد، نقاط الخمسة الموجودة هون. طبعا نلاحظ أن إذا الحل الطلب الأول، نلاحظ أن المستقيمين AE و AB متقاطعان بالنقطة A، فهما يعينان مستوي، أي النقاط A B C D E تقع بمستوي واحد. الطلب الثاني، بفرض I منتصف C D، النقطة I منتصف C D، والنقطة J منتصف B E، أثبت أن النقاط A و I و J تقع على استقامة واحدة. طبعا حتى تقع النقاط I و J و A على استقامة واحدة، يجب أن تكون إحداها مركز أبعاد للنقطتين الأخريين. طبعا هأثبت أنا أن A هي مركز أبعاد لل I و J. أولا إن A هي مركز الأبعاد المتناسبة لل D وال B، لنبحث عن المثقلين من العلاقة هاي. إن 3 AD ناقص 2 AB يساوي الصفر، وبالتالي A هي مركز الأبعاد المتناسبة للنقاط D 3 وال B ناقص 2. أضع العلاقة ضمن إطار ومتركها على جنب. أيضا إن A مركز الأبعاد لل C وال E، هأخذها من العلاقة هاي. إن AE ناقص 3 CE يساوي الصفر. طبعا هون حتى تكون A مركز أبعاد لل C وال E بدي شعاعين AC و AE. AE موجود، بدي AC حنفرقها، هيصير عندي AE ناقص 3 CA ناقص 3 AE يساوي الصفر. AE ناقص 3 AE هو ناقص 2 AE ناقص 3 CA يساوي الصفر. AE هذا بدنا لازم ينفتل، بصير عندي ناقص 2 AE زائد 3 AC يساوي الصفر. إذا A هي مركز الأبعاد المتناسبة للنقطة E ناقص 2 والC هي 3 بهذا الشكل. الآن نفرض أن A هي مركز الأبعاد المتناسبة، هأخذ الـ4 نقاط، C مثقلها 3، D مثقلها 3، والـ E مثقلها ناقص 2، والـ B مثقلها ناقص 2. الآن هذين المثقلين متساويين، فمركز الأبعاد المتناسبة هو منتصف النقطة CD اللي هو A. إذا
مركز الأبعاد المتناسبة هنا هو النقطة I. أما بالنسبة لهاتين النقطتين أيضا نلاحظ أن المثقلين شو متساويين، وبالتالي مركز الأبعاد المتناسبة لهما هو منتصف EB، منتصف EB اللي هو J. إذن مركز الأبعاد المتناسبة هو J. الآن باستخدام الخاصة التجميعية نجد أن A هي مركز الأبعاد المتناسبة لـ I مثقلها 6 مجموع هذول، و J مثقلها ناقص 4 مجموع هذول. إذا فعلا النقاط A J I على استقامة واحدة.